تحول إلى السيد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني من غزة. سيد صلاح، مرحبا بك على شاشة الغد. برأيكم كيف يمكن استثمار سيد صلاح؟ إن كنت تسمعني. تسمعني؟ نعم أسمعك سيد عصام. سيد صلاح، كنا نتحدث حول استثمار فلسطينيا ملف الشهيد خضر عدنان وما تعرض إليه من ممارسات وانتهاكات من قبل الاحتلال في ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية. يعني بداية صباح الخير لك وكل التحية لأبناء شعبنا الصابر الصامد في كل مكان، وكل التحية للجهود التي أفضت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمتزامن، ونأمل أن تتكلل جهود الوسطاء قريبا بضغط من المقاومة بالإفراج عن جثمان الشهيد خضر عدنان وجثمين الأسرى المحتجزين لدى سلطات الاحتلال البالغ عددهم 12 جثمان مع الشهيد خضر عدنان، وفي الوقت الذي نؤكد ومجددا على إدانتنا لجريمة إعدام الشهيد خضر عدنان بدم بارد. ستبقى المشكلة هي ذاتها في وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في انتهاكاته الجسيمة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، ينتهك من خلالها كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجريمة الإعدام بدم بارد للشهيد خضر عدنان عبر أولا التراخي في علاجه وتقديم الخدمات الصحية ونقله إلى مستشفى مدني وإبقائه في سجن أو عيادة سجن الرملة مكبلا في السرير وبقيود وتنكيل مستمر فيه ورفض الإفراج المبكر عنه حتى إفراج بكفالة، وكان يعني باستمرار وتواطؤ القضاء في هذا المجال كان يعني أن هناك قرار بترك الشهيد خضر عدنان لكي يتوفى، و87 يوم لم تحل أو لم تفلح كل النداءات الدولية والتحذير من مخاطر استشهاد الشهيد خضر عدنان، ولم تنجح في إثناء الاحتلال عن الإفراج عنه. كان ذلك يأتي في سياق تعامل حكومة اليمين الفاشل المتطرف التي بدأت عملها في أقل من 100 يوم بشن هجوم واسع على الأسرى بسحب مكتسباتهم، ثم سن سلسلة من التشريعات العنصرية والإرهابية التي بدأت بقانون إعدام الأسرى وقانون منع تقديم الخدمات الطبية، عدا عن سلسلة من القرارات اتخذها وزير الأمن القومي الإرهابي بن غفير بحق الأسرى أدت إلى الصيام في الحركة الأسيرة استمر لمدة شهر، إلى أن جاءت جهود الوسطاء لتقليل التصعيد أو لمنع التصعيد، لأن عنوان الأسرى إلى جوار عناوين القدس والأرض وانتهاكات الاحتلال ستبقى المفجر للمنطقة، باعتبار أن الاحتلال لا يقيم وزنا لكل هذه الأبعاد، ولكن مجموعة من العوامل تغيرات إقليمية ودولية، رفض حتى أمريكي لهذه السياسات ومقاطعة لوزراء الذين يوسموا بالإرهاب وفق القانون الأمريكي والقانون الإسرائيلي ووفق معايير حقوق الإنسان، فهذه حكومة مستوطنين بالكامل، والشعب الفلسطيني لا يملك إلا مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال ومن بينها المقاومة القانونية التي تبدأ بإحالة هذه الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية وضمان الضغط على مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لوقف سياسة الكيل بمكيالين والتسويف والمماطلة وفتح تحقيق جدي في هذه الانتهاكات. ولكن للأسف الشديد الأمر لا يتعلق فقط بازدواجية المعايير في المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات، وإنما يتعلق أيضا بتلكؤ السلطة وغياب استراتيجية وطنية شاملة تبدأ بالالتزام بقرارات الإجماع الوطني بسحب اعتراف بدولة الاحتلال وتدويل الصراع بما في ذلك تدويل قضية الأسرى وإحالة وملف الأسرى والانتهاكات الجسيمة. حتى نتحدث بتفاصيل هذه النقطة، ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها السلطة الفلسطينية اليوم في ملاحقة الاحتلال على هذه الجرائم، سواء مع الأسرى الفلسطينيين أو حتى مع أبناء الشعب الفلسطيني، ملاحقتهم أمام المحافل الدولية، ملاحقة إسرائيل بأفعالها بحق الشعب الفلسطيني أمام المحافل الدولية؟ رغم كل التحديات والصعوبات الدولية والإقليمية إلا أن الفلسطينيين لديهم مخزون واسع من الأدوات لم يتم استخدامه، وهذا يأتي في إطار استمرار رهان السلطة على المفاوضات ومسار التسوية والوعود الأمريكية، وغياب الخطة الاستراتيجية يجعل من الفلسطينيين يتعاطوا وفق ردود أفعال
مع انتهاكات الاحتلال. رغم صمود الفلسطينيين وصبرهم إلا أن الاحتلال يستمر في فتح جراح كبيرة يثبت من خلالها سياسات الأمر الواقع بفرض التقسيم الزماني والمكاني وممارسة الاستيطان والاستعماري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين وممارسة سياسة القتل الميداني وإعدام الفلسطينيين بما فيهم الصحفيين و103 شهيد أو 105 الآن شهيد باستشهاد الشهيد خضر عدنان من بينهم 20 طفل وسيدتين في أقل من 5 أشهر. وبالتالي نحن نتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. المطلوب فلسطينيا أولا استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية الفلسطينية، أي بجعل القضاء الوطني الفلسطيني قادر على ملاحقة قادة الاحتلال، وهذا ممكن باعتبار أن فلسطين طرفا ثانيا متعاقدا على أحكام اتفاقية جنيف، وهذا يحتاج إلى قرار سياسي ويمكن تطبيقه، وخاصة أسوة بما يفعل الاحتلال من جعل محاكمه العسكرية والمدنية تحاكم الأسرى الفلسطينيين، بل وتفرض أحيانا غرامات على الفلسطينيين وتفرض سرقة وقرصنة لأموال الضرائب الفلسطينية أو الأموال الفلسطينية المتحصلة من الضرائب على البضائع الفلسطينية، عدا عن ممارسة كل أشكال التنكيل بالفلسطينيين. الجانب الثاني هو التحرك أمام محكمة الجنايات الدولية، وهناك قصور فاضح في هذا المجال. فلسطين باتت طرفا أو عضوا مراقب في الأمم المتحدة في عام 2012، لجأنا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31/12 من عام 2014 بوضع وثيقة الإيداع والمصادقة على الاتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، وبدأ انضمام فلسطين في 1 نيسان من عام 2015، فتحت قبلها فاتو بن سوتا في 12 يناير من عام 2015 فحصا أوليا، والفحص الأول يختلف عن التحقيق، وكنا قد طالبنا اللجنة الوطنية المشكلة من السلطة بعد تأخر عامين بإحالة هذه الملفات إعمالا للمادة 14، وهذا أمر ذكرناه وقلنا وحذرنا من خطورة سياسة التسويف، إلا أن السلطة لم تذهب في ملفات مباشرة بل اكتفت بدعم الفحص الأولي خشية من الضغوط الأمريكية والعقوبات الأمريكية والإسرائيلية على قادة السلطة، أي بمعنى أن السلطة وغلبت بقائها الشخصي وبقاء مصالح قياداتها على مصالح الشعب الفلسطيني.